أهلا بكم محبي مسلسل بيت الزل، إليكم ملخص الحلقة الأولى. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. بداية، العمل العديد من الصراعات التي تنشأ داخل أسرة أبو طارق والمشاكل التي تواجهها أفرادها، وذلك عقب زواجه من الفتاة فجر التي ضحت بها والدتها نجيبة لأنها نيتها فتعاني فجر من العيش في المنزل يملأ الزل والقهر، ويحاول انتقام أولاده منها. والآن نتكلم عن أحداث الحلقة الأولى، ولكن ادعمنا باللايك لكي نستمر في نشر المزيد. تسرق انفجر محل الذهب التابع لأبو طارق فيبلغ عنها الشرطة، وعندما يقابل ابنته فجر يتنازل عن بلاغه ضدها.